بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطانه وعم نواله. ربنا خذنا إلى زيادة القرب منك، وخصص لنا حبا أكثر مما عرفناه، حبا لك خالصا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. قبل ما نواصل الحديث، هذه الذريات بالفرنسية لرفع، وبالإنجليزية فيني أوورز، ونزلت بعد سورة الأحقاف، وهو مكان اسم لمكان كان يصول وجوله من قبيلة سيدنا هود عليه السلام، أي عاد الظالمة والهالكة. وعلى عنا اليوم عاد الشيء عند الكرب وعند من يدعون الإسلام، ما هو أشأ من حال عاد عارش مش يجرى. وقال يا ربي في الآية دي مثل ذنوب أصحابهم، أكم أصحاب يا كرب يا مسلم بالمعوج بالمقلوب، أكم أصحاب لي لعاد. قام سيدنا هود عليه السلام، أكم أصحاب، يقول ربي: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. أصحابهم أما في الجن، ولا أصحابهم في الصفات، الصفات المقلوبة الشيطانية. العرب يقولك عربي، طب أنا نلوج على كلمة عربي، ماذا تعني قبل كل شيء؟ وشو تاريخ العرب إلا من رحم الرب؟ شوف شو تاريخهم، قتل فيما بينهم، وإهانة المرأة، والقضاء على الأنثى المؤودة إذا سئلت بأي ذنب قتلت. برا شوف، قالوا عربي عجبتك نفسك وعجبتك لغتك، برا ثبت روحك، ما عندك حتى صلة بها اللغة، تستعمل فيها وأنت لا تعلم عنها شيء. ربي خيرها لكل اللغات باش يختم الرسالات. جالك مطبق يا كربي، نسأل الله أن يبعد عنا الريح متاع الكرب، ومن كن يهدي منهم الرب إن شاء، فنحن في خدمة وفي مسعى لباش يكون منهم من يتجنح. والله يقول كيزي: أنا كنت على باطل يكفيني من الباطل، وأنا كنت تحت سلطان إبليس، اليوم أنا نحب نتحرر. لا تتحرر إلا بالتوحيد، ولا تتحرر بالتوبة، وما تجم تكون من العباد الادوراتور دو ديو الا متسلم امرك لله، تولي مسلم، تريد دون ليتا دو سوميسيون ا ديو، اون سوميسيون ابسولو اي ديفينيتيف. والسلام.